وفي الشأن الميداني، شن طائرة التحالف العربي اليوم سلسلة غارات عنيفة على مواقع لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في العاصمة صنعاء. في غضون ذلك قصف الانقلابيون مجددا منطقة الطوال في جازان على الحدود السعودية اليمنية موقعين عددا من الإصابات. بهذه الروح المعنوية العالية تسطر المقاومة والجيش الوطني مدعوما بالتحالف العربي المزيد من الانتصارات لعودة الشرعية. ففي إطار حملة إعادة الأمل في اليمن، شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات عنيفة على مواقع لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في العاصمة صنعاء. وقال شهود عيان إن الغارات استهدفت معسكرات عطان والنهدين والتموين العسكري ومخازن المؤسسة الاقتصادية العسكرية وسط صنعاء ومعسكر الصباحة غرب العاصمة، كما قصفت ب13 غارة متتالية مواقع ومعسكرات أخرى للانقلابيين في محيط العاصمة. المركز الوطني للمقاومة قال إن خسائر الانقلابيين خلال الأسبوع الماضي بلغت عدة آلاف من مقاتليها الذين سقطوا بين قتيل وجريح خلال المواجهات التي دارت مع عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني أو في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي لاستعادة الشرعية، مشيرا إلى أن الميليشيات تكبدت نحو 1700 قتيل و2200 جريح. وأضاف أن الغارات التي شنتها طائرات التحالف تميزت بالدقة الشديدة، حيث أصابت المواقع المستهدفة بصورة مباشرة ودمرت أهدافها تماما. وفي وقت سابق قتل نحو 52 وجرح العشرات من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في مواجهات عنيفة مع قوات الشرعية التي تحقق تقدما في جبهات شرق وشمال تعز، حيث تمكنت من تحرير موقع المكلل الاستراتيجي وقصر صالة وتمشيط حي صالة وموقعي تبات الصالحين والمشهود مع حروب جماعية للميليشيات من منطقة صالة إلى الحبان شرق تعز. في غضون ذلك قصف الانقلابيون مجددا منطقة الطوال في جازان على الحدود السعودية اليمنية. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أن القصف أسفر عن إصابة 5 مقيمين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفا أن الإصابات تنوعت ما بين الخطيرة والمتوسطة. العمل هذا غير شريف، عندما يستهدفون الحوثيين الأبرياء وغنوا غير إنساني. إلى ذلك ردت المدفعية السعودية على هذا القصف ودمرت مخابئ ومنصات إطلاق مقذوفات للميليشيات الانقلابية، وذلك قبالة منطقة الأطوال، مسفرة عن خسائر للمتمردين في الأرواح. أمامنا عدو شرذمة ومشكلها عصابات، مشكلها ميليشيا، حنا لها بالمرصاد. وفي وقت سابق قامت ميليشيات الحوثي بقتل 15 جنديا من أفراد الحرس الجمهوري الهاربين من المعارك في حدود نجران، كما تم قتل ما يقارب من 70 حوثيا من قبل القوات السعودية.